بسم الله الرحمن الرحيم، وزارة الصحة العراقية تباشر بالوقاية من مرض كورونا. الآن دخول المسافرين في مطار بغداد الدولي. عليك العباس بكر أنا لا. عليك أبو فاضل. شنو بدك حسن؟ شنو بدك حسن؟ روح حبيبي روح. أنا وسيار. أمريكا بعد قلبي. كل شيء ما بيك. روح. سلام أغا. سلام أغا. أهل أبو فاضل الكتاب ما بيك. ما بيك كورونا. روح حبيبي. لحبيب. أحبيبه شنو هاي؟ شنو أنا؟ ما بيها عافي. روح يا بطل. الان عندنا حاله من مرض كورونا. موت لك موت افضلك. شو دكتور؟ يا دكتور خلي موت افضل، ما عاد مضادات هذا الفيروس. دكتور ابرخ ابوط يا بطيخ.